اوكي، بتبدأ قصتنا أثناء دمار كوكب كريبتون. بيبعت عالم ابنه على سفينة فضائية لكوكب الأرض، وبيلاقيه زوجين عايشين في مزرعة وبياخدوه وبيعملوه زي ابنه، وبيكبر عشان يبقى أعظم حامي للكوكب، سوبرمان. بس لما بيكتشف العلماء آثار لكوكبه الأم، بيختفي سوبرمان. وأثناء احتضار ست عجوزة من أغنياء المدينة، بتشكر ليكس لوفر على كل الحب اللي ادهولها في آخر أيامها بعد ما خرجته من السجن. وقبل ما تموت بلحظات، بيمضيها على كل أملاكها وبياخد منها كل حاجة. مارثا اللي اتبنت سوبرمان كانت قاعدة في البيت لحد ما حصل زلزال كبير، ولقيت نيزك بيطير قدامها وساعتها بتجري عليه، وبتلاقي سوبرمان رجع تاني للأرض ومغمى عليه. ليكس بيبقى واخد المركب الضخمة بتاعته وبيبحر في المحيط لحد ما بيوصل لمنطقة مجمدة، لحد ما بيلاقي قلعة سوبرمان، وهناك بيعرف أسرار كتير عن سوبرمان وعن كوكبه والبلورات. وبيصحى سوبرمان في بيت مارثا وبيفتكر أيام ما كان صغير وبيلعب في المزرعة واكتشاف قوته وفرحته بيها. وأثناء ما سوبرمان بيتكلم مع أمه وبيتفرج على الدمار اللي وصل له الأرض، وبيتناقش معاها عن المدة الكبيرة اللي غابها عن الأرض وملقاش أي أثر لكوكبه ومفيش غيره باقي من أهل كريبتون. بيرجع سوبرمان لصحيفة الديلي بلانت وبيشتغل صحفي من تاني بشخصية كلارك كينت، واللي بيشوفه بيفرح جدا برجوعه، بس هو بيتضايق جدا لما بيشوف صورة لويس الإكس بتاعته مع جوزها ومعاهم طفل صغير. بيوصل ليكس للقصر بتاعه ومع عصايته وبيجهز تجربة غريبة ببلورة أخدها من قلعة سوبرمان. في نفس الوقت بتعمل الحكومة تجربة جديدة لإطلاق مكوك فضائي من فوق طيارة ركاب اللي بتوصلها لأقرب مكان للفضاء. بيقطع ليكس جزء صغير جدا من البلورة وبيرميها في المية، وبعد ثواني بيحصل انقطاع للكهرباء في المدينة كلها، وبتبدأ المية تغلي بقوة ويعم الظلام في كل مكان، لدرجة انه وصل لمركز التحكم بالمكوك، وكمان الطيارة نفسها ما بقاش فيها اي طاقة. وبعد دقايق بتبدأ الكهرباء ترجع من تاني لكل مكان، وساعتها بيحصل حاجات غريبة جدا مع تجربة ليكس، وبيتهز القصر بالكامل، وبيبقى قطع الكهرباء أثر على المعدات في تجربة المكوك، وما بيبقوش قادرين يفصلوا المكوك عن الطيارة. وفجأة بتشتغل محركات المكوك وبتاخد معاها الطيارة بسرعة قوية جدا، وبتبقى كارثة كبيرة. وأول ما بيسمع سوبرمان باللي بيحصل بيجري على طول، خصوصا انه عارف ان لويس على الطيارة. وفجأة بيظهر سوبرمان بسرعة خارقة وبيقدر يفصل المكوك عن الطيارة، وبينطلق المكوك بسلام للفضاء. بس الطيارة اتأثرت جدا وبتقع بسرعة كبيرة وبتتحطم، وبيحاول سوبرمان بأقصى طاقته انه يلحقها، لحد ما بعجوبة بيقدر انه يوقفها قبل ما تتحطم على الأرض، وبينزلها بأمان في ملعب كبير. ولما بيخش يطمن على الركاب بتفرح جدا لويس لما بتشوفه رجع من تاني، والكل بيهتف وفرحانين بيه. بتنتهي تجربة ليكس مع إعجابه بظهور بلورات عملاقة دمرت جزء من القصر. بعدين بنروح لبيلي رئيس جريدة الديلي بلانت، وهو بيجمع كل الصحفيين اللي عنده وبيطلب منهم يغطوا كل حاجة عن سوبرمان وتأثيره على العالم. وبتعترض لويس وبتطلب منه انها تغطي خبر انقطاع الكهرباء اللي حصل في المدينة وعمل كوارث كتير، بس هو بيرفض تماما. وبيوصل زوج لويس ريتشارد وبيطمن عليها ومعاه ابنها جيسون، وبتحصل لقاء بينهم وبين كلارك، وبيبقى واضح انه متضايق جدا. بينزل كلارك مع لويس وبتشتكي له وهي زعلانة ان سوبرمان سابها من غير حتى ما يودعها. بيطير سوبرمان وبيراقب لويس وهي بتتكلم مع جوزها اللي بيبقى متضايق من العلاقة اللي كانت بين لويس وسوبرمان. واثناء ما سوبرمان بيراقب المدينة، بينزل بأقصى سرعة لسرقة بتحصل في البنك، والعصابة بتبقى معاها أسلحة تقيلة وبتضرب أي حد يقرب منهم أو أي شرطي يحاول يمسكهم. بس فجأة بيوصل سوبرمان وبيقف قدامهم وقدام أسلحتهم وبيقدر يقبض عليهم، وفي نفس الوقت بيوصل ليكس لمتحف الأحجار لحد ما بيوصل لغرفة معينة وبيقدر يسيطر عليها. وبتبقى في ست بتسوق العربية بتهور والفرامل بتاعتها بايظة ومش قادرة توقف العربية نهائي، وقبل ما تخبط في مطعم بيوصل سوبرمان وبيلحقها، وبتفضل تتحايل عليه ياخدها المستشفى. وبيقطع ليكس الكهرباء عن المتحف وبيدور على حجر بيشع ضوء اخضر لحد ما بيلاقيه وبيسرقه ثواني من غير ما حد يعرف. بعدين بنشوف لويس بتتخانق مع بيري وبتبقى عايزه تغطي خبر الكهرباء، وهو بيبقى مصمم نغطي اخبار سوبرمان، بس بيري بيقرر يدي لكلارك قضيه الكهرباء ولويس قضيه سوبرمان، فبتتضايق منه جدا وبتخرج. وبتوصل الست اللي كانت هتموت في العربيه وبتتخانق مع ليكس، عشان اتفاقهم كان انها تتظاهر ان العربيه ما فيهاش فرامل، بس هو قطع الفرامل بجد وكان هيموتها. ومن زعل لويس بتطلع فوق البرج بتشرب سيجاره، وهناك بتلاقي قدامها سوبرمان، بتعمل معاه لقاء وبتساله هو اختفى فين كل الفتره دي، وبتحول اللقاء لما بتقول له انه سابها ومشي لما كانت محتاجه له بجد. بس سوبرمان بيعتذر لها وبياخدها معاه وبيطيروا في الجو ويفرجها على المدينه من فوق، وبيشوف مناظر جميله ما شافتهاش قبل كده، بيفرجها على اماكن كتير وبيرجعها تاني للبرج بامان. بعدين بتروح لويس لمكتب بيري وبتديله مقال سوبرمان، وبيفرح جدا بشغلها وبيبقى عايزها تشتغل على قصه الكهرباء. بيوصل سوبرمان للقلعه بتاعته وبيغضب جدا لما بيلاقي البلورات بتاعته كلها اتسرقت. بتقدر لويس عن طريق اتصالات تعرف اول مكان قطعت فيه الكهرباء، وبتوصل ليه ومعاها ابنها، وبيطلع قصر ليكس. واول ما بتنزل بتلاقي مركب كبيره جدا، الا لما بتخش وبتلاقي المكان غريب وفي وشها ليكس نفسه واللي بيقبض عليهم وبيشرح
بيشرح للويس انه خرج من السجن بسبب ان سوبرمان ما ظهرش يشهد ضده في المحكمه، وبيوريها البلوره اللي سرقها واللي كانت السبب في بناء قلعه سوبرمان. ولما بيشرح لها الخطه انه ناوي يستخدم البلوره دي ويبني قاره جديده وبسببها هيغرق جزء كبير من امريكا والعالم والملايين هيموتوا بسبب اللي هو عايز يعمله، ولو الكوكب معتمد على سوبرمان فليكس هيبني القاره بتاعته من الكريبتونايت واللي هي نقطه ضعف سوبرمان، وبكده مش هيقدر انه يقرب منها. وفي الوقت ده بيجهز لكس البلوره وبيدمجها مع الكريبتونايت وبيحضرها للاطلاق في البحر. واثناء ما لويس وابنها محبوسين ومعاهم حارس، بيروح ابنها وبيعزف بيانو وبينضم ليه الحارس وبيعزفوا مع بعض، وبتستغل لويس العزف وبتكتب رساله بمكانها وبتحاول تبعتها بفاكس الجريده عشان اي حد يلحقها. وفي نفس الوقت بيطلق لكس الصاروخ لوسط البحر وبتنزل البلوره لقلب المحيط وبيحصل انفجار ضخم باللون الاخضر، وبتبدا الكهرباء تتقطع على المركب والمدينه، وبتكبر البلوره اكتر واكتر وبتتمدد في المحيط بسرعه كبيره. بس قبل ما تبعت الرساله كامله بيظهر قدام لويس الحارس وبيمسكها وبيفضل يضربها قدام ابنها، وفجاه قبل ما يقتلها بيطير البيانو وبيضرب الحارس، وبيطلع ان اللي حدفه الطفل الصغير اللي بيكون ابن سوبرمان مش ابن ريتشارد. واول ما العصابه بتكتشف اللي حصل بيحبسوهم في اول مصحه، وبتبدا تظهر الجزيره على الرادار في نفس الوقت اللي بيعرف ليكس وبيفهم ان اللي معاه على المركب هو ابن سوبرمان، وبيقرر انه يهرب. وبترجع الكهرباء من تاني للمدينه وبيكتشفوا في مكان شغلها جزء من رساله لويس، وعلى طول بيفهم كلارك وريتشارد انها في خطر وكل واحد بيجري عشان يلحقها. بيطير سوبرمان بقوه رهيبه لاتجاه لويس، بس بيلاحظ حاجه غريبه بتحصل تحت البحر والارض تتشقق لنصين والشق ده رايح للمدينه، وبيعرف ان في حاجه غلط وفي كارثه بتحصل. بيرجع سوبرمان بسرعه للمدينه اللي حالها بقى اسوأ جدا، وبيحصل زلزال ضخم بيضرب المدينه بالكامل والدمار بيبقى كبير جدا. بس بيظهر سوبرمان وبيلحق المواطنين من كل حاجه بتقع عليهم، وبتحصل كارثه كبيره لما بينفجر خط الغاز وبيولع وبيبقى في طريقه لمحطه الغاز وهتنفجر كلها، بس بسرعه بيسبقها سوبرمان وبيوقف الحريق. اثار الدمار بتبقى كبيره جدا وسوبرمان بيطير من مكان لمكان عشان يلحق الناس. في نفس الوقت بيطير ليكس بطيارته لحد ما بيوصل للجزيره الخاصه بيه اللي بتظهر من تحت البحر. ولما لويس بتفقد الامل في الهروب بيوصل ريتشارد وبيلحقه، بس من تحت السفينه بيظهر جزء من الجزيره وبيدمرها وبيقسم السفينه لنصين، ولويس وعائلتها بيبقوا مرعوبين جدا وخايفين من الغرق. وقبل ما يغرقوا في البحر بيظهر سوبرمان وبيلحقهم من الموت وبيطير بيهم بعيد لحد ما بيوصلوا لطياره ريتشارد، وبيطمن على لويس المصابه قبل ما يروح لليكس وسط جزيرته المرعبه. وبعد ما بيتكلم سوبرمان مع ليكس بيحس بضعف وان قوته ما بقتش زي الاول، وفجاه بيهجم عليه ليكس وبيضربه بسهوله جدا، والاول مره بينجرح سوبرمان، ومن الواضح تاثير الكريبتونايت الرهيب عليه. وعصابه ليكس بيمسكوه يضربوه بقسوه وهو مش قادر يقف ويدافع عن نفسه. المشهد بيكون صعب جدا ورمز الخير بيقع وبينهار قدام الشر، لحد ما ليكس بيطلع خنجر من الكريبتونايت وبيطعنه بقوه وبيكسره جواه وبيرميه في البحر. بيفضل يقاوم الغرق لحد ما بترجع طياره ريتشارد وتدور على سوبرمان وبيشوفوه وهو بيموت، وفي اخر لحظه بتنزل لويس وبتنقذه من الموت والغرق، وبياخدوه بالطياره بعيد عن الجزيره عشان يسترجع قوته. ولما بيلاقوا الكريبتونايت جواه بتخرجوا لويس وبترميه بعيد، ولما بترجع لسوبرمان قوته بيقرر انه لازم يرجع وينقذ الكوكب من الدمار حتى لو هيموت. واول لما بيحس انه رجع من تاني بينزل بقوه وبينزل لاعماق البحر لحد ما بيخترق الارض نفسها، وليكس بيبقى فرحان بالانتظار وقاعد بيخطط للمستقبل لحد ما بيحس بزلزال في الجزيره. واول ما بيعرف ان في حاجه غلط والجزيره بتتدمر عليه بيجري بسرعه على الطياره وبياخدها وبيطير في الجو، وبيشوف جنبه جزيرته وهي بتخرج من باطن الارض وسوبرمان شايلها بصعوبه، وبيقاوم الكريبتونايت وبياخد الجزيره لفوق السحاب لحد ما بيقدر يرميها بره الارض للفضاء، وخلاص قوته بتنهار وبيغمى عليه وبيقع على الارض من تاني وبيخبط في الارض بقوه. وبتقدر الشرطه تاخد سوبرمان بسرعه للمستشفى وهو بين الحياه والموت. بيحاول الاطباء انقاذه باي طريقه، وبعد ما بيطلعوا منه جزء باقي من الكريبتونايت بيكملوا محاولات لحد ما بيقف نبضه وبيتم اعلان موت سوبرمان، وبيبقى واضح الحزن على الناس كلها وبيتمنوا انه يكون في غيبوبه وهيقوم من تاني. وبتوصل لويس للمستشفى وبتخش اوضه سوبرمان وبتلاقي نبضه ضعيف جدا، بتحاول لويس تتكلم معاه عايزاه يقوم من تاني عشان تديله امل في الحياه، بتعترف له ان الطفل الصغير ده ابنه وبتسيب المستشفى. بيوصل ليكس بالطياره لجزيره صغيره في وسط المحيط بعد ما الطياره فدي منها البنزين، وبيبقى غضبان جدا من فشل الخطه. ولما بتخش الممرضه لسوبرمان بتلاقيه اختفى وهدومه كمان مش موجوده، وساعتها لويس بتبقى قاعده بتكتب مقاله جديده وبيظهر في اوضه ابنها سوبرمان، وهو سعيد ان ليه ابن من حبيبته وبيبقى عايزه يكبر ويبقى اقوى منه. ولما بتخرج لويس تتفرج على المدينه بتتفاجئ لما بتلاقي سوبرمان قدامها، وبتفرح جدا انه لسه موجود جنبها، وبيرجع من تاني اعظم حامي للكوكب. ودي بتكون نهاية فيلمنا. شكرا للمتابعة، كان معاكم رميح، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب وتشوفوا الأفلام اللي فاتت وتستنوا الأفلام اللي جاية، وسلام.